آسيا إن شاء الله. كيف شايف المنتخب؟ لماذا الاختيار الفلسطيني يوم 3 والاختيار بعدين بيجي هونغ كونغ يوم 4؟ أول شيء خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أبو كرم المانشيني قاعد يحضر المنتخب بشكل ممتاز، اللي متابعين دقيقين وعارفين دائما المباريات اللي قبل البطولة غالبا تكون نوعية معينة من المنتخبات، ما يكون فيها الرتم عالي، ما يكون فيها يعني الفرق اللي تكون أعلى منك بكثير أو أنها تكون أقل منك بكثير، يعني في فرق معينة ليفل يحتاج المدرب. وأكيد أنه ما لعب مع فلسطين أو هونغ كونغ الأخيرة ما بينهم إلا يوم، أكيد أنه قاعد يحضر المنتخب بشكل ممتاز. أبو كرم خلينا أقول مانشيني أكثر شيء يمكن يعني يؤرق مانشيني لياقة اللاعبين في قبل البطولة، يمكن حتى نشوف أول ما يوصلون للمعسكر اليوم الثاني الأكسجين واختبارات لياقية للاعبين، في بعضهم كثير ما يشارك في الدوري بصفة أساسية. نعم. الشيء الثاني إصابات اللاعبين بشكل كبير الفترة الأخيرة، هذا يمكن الأشياء اللي تؤرق مانشيني. عمار أنا يعني جديدة بصراحة، جديدة علي إنه مباراتين متتاليتين قبل 9 و10، قبل 9 و10، وقبل هلا بالنسبة للسعودية عندها مباراة نهار 3، هونغ كونغ عندها مباراة الأحد، ورديانة تلعب نهار 4، فلسطين عندها مباراة نهار 2 وبكرة تلعب. شو الغرض من هالمباريات؟ أكيد كل مدرب هو بيعرف، بس بالنسبة لي يعني المنتخب السعودي هل هو إنه يكسب لياقة المباريات اللي يفتقدوها في بعض اللاعبين؟ بس يعني إنه كمان تقدر تلعب لاعبين في مباراتين، والتحضير للمباراة مصطفى شو ما كان، لو كانت مباراة ودية يختلف كليا عن التحضير عن التمرين أو التقسيمة أو شيء، بتضل المباراة الودية مباراة إلى هيبتا بدك تفيق الصبح تفكر فيها، تعمل الدرس النظري، تحضر اللعيبة. هيدي جديدة عليها، مش عم أقول يعني واحد بده يتعلم من هذا، شو ليشوف بعد، ليشوف هالتجربة كيف، شو سببها. أكيد حيلعب بتشكيلة بكل مباراة، ما حيلعبوا مصطفى يومين ورا بعض. الماضية مع لبنان حسب ماله كمان كانت إنه أول شوط لعب ب 11 لاعب، الشوط الثاني لعب 11، ما بعرف شو يعني، ما حدا حتى عرف شو التشكيله الرئيسيه اللي لعبت يعني بالشوط الاول عرفناه، بس بالثاني ما عرفنا شو التبديلات. مباراه بكره انت ما تنسى كمان هو 26 لاعب عندك بالقائمه، زاد 3 بس كمان عندك 4 مصابين، يعني انت بكره بدك تلعب 11 لاعب، اكيد بدك تبدل منهم 5 6، يعني انت اوريدي بدك تشارك 16 17، المباراه اللي بعدها ما عندك برا الا 6، او يعني كمان بده يرجعوا يشيروا كيف التركيب كيف الهيب. اكيد مانشيني هو اعلم منا بهالامور، بس هي انا بالنسبه لي بصراحه جديد قبل البطولة. هيك كثير منروح لفاصل بعده. موهبة المنتخب السعودي فيصل غامدي يتحدث عن طموحه في البطولة القارية.